هو راؤول جونزاليس لعب مع كريم بنزيما، يعني مودريتش بقاله 12 سنه في ريال مدريد او يمكن 11 سنه في ريال مدريد ماشي، لكن بنزيما مكمل من ايام راؤول جونزاليس. اعتقد يعني يبقى يعني تبقى تجربه الحقيقه تستحق ان احنا نحترمها جدا. كلهم الحقيقه كل اسماء اللي ظهروا، سواء إيكر كاسياس، ليو ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، تشابي، كلهم طبعا نجوم كبار جدا وريكورد كبير جدا في البطوله الاقوى على مستوى العالم طبعا تشامبيونز ليج. بمناسبه دوري الامم الاوروبيه، اللقاء اللي نرشحه لحضراتكم النهارده هيكون لقاء بيجمع بين لوكاكو في مواجهه ليفاندوفسكي، اثنين من اتقل المهاجمين في العالم النهارده، بلجيكا في مواجهه بولندا، لقاء اعتقد يمكن يكون الاقوى على مستوى النهارده. خلينا نروح الحقيقه للكره الايطاليه وتجربه مانشيني الحقيقه ما بين نجاح ساحق في يورو 2020 واخفاق شديد في الوصول لكاس العالم. بترجع ايطاليا مره ثانيه بوجه الى حد كبير جدا مختلف في بطوله الامم الاوروبيه. هيكون معنا واحد من نجوم الكره الايطاليه ونجم الميلان وتورينو السابق اليساندرو بودل، ضفنا في السادسه. بدايه طبعا اسمحوا لنا نرحب بيه على شاشه الاهلي. بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. مساء الخير، مساء الخير على الجميع. أقدم تحياتي لمشاهدين قناة النادي الأهلي، فخور بظهوري على شاشة النادي الثاني حصولا على البطولات القارية في العالم، ولهذا النادي كبير وقناة كبيرة أيضا. أهلا بيك معنا، والبداية الحقيقة هبتدي بالأتزوري طبعا، المنتخب الإيطالي اللي يمكن بعد مستوى يعني غير متوقع في الفيناليزما في مواجهة الأرجنتين وخسارة المباراة، قدم الحقيقه مع مانشيني مواجهه يعني تعتبر قويه جدا وكانت مفاجاه لكثير من عشاق المنتخب الايطالي امام المانيا، واستغنى عن 15 من العناصر الاساسيه اللي شاركت معاه في طول مشواره مع المنتخب الايطالي ونجح في التعادل 1-1. هل بتشوف انه مانشيني من خلال بطوله دوري الامم الاوروبيه بيحاول يكتب او يبدا مرحله جديده بجيل جديد في المنتخب الايطالي؟ لا بالنسبة لي مانشيني قام بعمل جيد، وهو استبعاد بعض اللاعبين الكبار. للأسف إيطاليا بعد فشلها في الصعود لكأس العالم نسختين متتاليتين، قام العديد من الصحفيين وقام العديد من مقدمي البرامج الإيطالية والنقاد الرياضيين في القنوات الإيطالية والصحف الإيطالية بنداء إلى روبرتو مانشيني كي يقوم بتجربة اللاعبين من الشباب، ويجب أن نغامر. خسرنا الكثير، ليس لدينا شيء نخسره أكثر من عدم الصعود لكأس العالم مرتين على التوالي، ولهذا فعل جيدا مانشيني. إزاي بتشوف اللقاء الأخير للمنتخب الإيطالي في مواجهة المجر، والاتحسم لصالح إيطاليا بنتيجة 2-1، وهل لقب دوري الأمم الأوروبية ممكن يعوض الإيطاليين عن عدم مشاركتهم وظهورهم في نسخة كأس العالم 2022؟ ستكون هدية للإيطاليين، لكن لن تعوضهم على الإخفاق في كأس العالم، لأننا قمنا بعمل جيد في البطولة الأوروبية أقصد اليورو، لكن للأسف بعد الإخفاق الكبير الذي لم يحالف الإيطاليين بالصعود لكأس العالم. مانشيني بالنسبة لبطولة الناشنز ليج دور الأمم الأوروبية يريد أن يهدي الإيطاليين بعض الشيء، لكن لن يعوض إخفاق كأس العالم كي يكون صريحا معك. لو اتنقلت للمسابقة الدوري الإيطالي ويحدى، كانت يمكن المسابقة الأقوى على مستوى الكرة الأرضية مش بس الكرة الأوروبية، أعتقد أنها استعادت جزء كبير جدا من قوتها في آخر المواسم على كل المستويات الحقيقة. هل بتشوف ده ممكن يكون ليه تأثير على تطور المنتخب الإيطالي تحت قيادة مانشيني، وهل ده بتشوف ممكن يكون ليه تأثير أيضا على فكرة انتشار اللاعبين الإيطاليين في الدوريات الخمسة الكبرى؟ أنت على حق، الدور الإيطالي في هذه النسخ وهذه الأعوام ليس كالدور الإيطالي في القرن الماضي وأعوام الألفين. الدور الإيطالي تغير لأن نوعية اللاعبين الطليان تغيرت. نحن نتحدث عن بعض الشباب وبعض الناشئين، لكن مانشيني والاتحاد الإيطالي قاموا بوضع نظام جديد ستبعه المدرب وهو مجبر على ذلك ليس باختياره، لأننا إذا وثقنا في المدرب ووثقنا في الاتحاد الإيطالي يجب أن تكون هناك إيطاليا تنافس على البطولات.
عايز اسالك الحقيقه، وانت كان ليك طبعا تجربه اللعب للميلان والتورينو والعدد من الانديه الايطاليه، اعتقد كمان جنوا، يعني دايما كنا بنشوف في منتخب ايطاليا النجم القائد. يعني انا من ساعه ما ابتديت اتابع المنتخب الايطالي كنت بشوف نجم زي باولو روسي، نجم زي باجيو، نجم زي توتي، نجم زي ديل بييرو، نجم زي انطونيو كاسانو، النجوم اللي عندها القدره على انها تقود الفريق وتوصل بيه لبعيد في المنافسات، سواء كنا بنتكلم مع كاس العالم او غيره من البطولات. هل افتقد المنتخب الايطالي من وجهه نظرك شخصيه او وجود النجم القائد في الجيل الحالي؟ ومين من وجهه نظرك برضو ممكن يلعب الدور ده؟ سؤال جيد. انت ذكرت اساطير واسماء كبيره من المستحيل ان تكرر في هذه الايام، لكن يجب ان اكون صريحا معك، ايطاليا لديها العديد من الناشئين والعديد من الشباب، ولكن اللاعبون التي ذكرتهم يملكون موهبة أكثر من أي شيء آخر، لأن هؤلاء اللاعبون كانت لديهم موهبة كرة القدم. ذكرت العديد من اللاعبين وهؤلاء لديهم موهبة لن تكرر في هذه الأيام، لكن بكل تأكيد المدرب في هذه الأيام سوف يعتمد على الناشئين وسوف يعتمد على المواهب. وبالنسبة لي أقوى لاعبين اليوم لدينا ماركو فيراتي، هناك أكثر من 3 لاعبين منهم ماركو فيراتي، وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبين سيتم اكتشافهم في دور الأمم الأوروبية. أدعوكم لمشاهدة هؤلاء. هو على العموم يعني في ظني أنه إحنا العالم كله بقى بيواجه مشكلة في فكرة إيجاد المواهب. إحنا بقى لنا أكثر من يمكن 12 14 سنة عايشين في حقبة ميسي ورونالدو ولم يظهر اي جديد. في طبعا نجوم بتظهر زي نيمار امبابي، لكن اقصد اقول انه العالم كان غني بالمواهب، وفي معظم المنتخبات الكبيره كنت بتشوف نجوم من العيار الثقيل، لكن ده يمكن بقى عمله نادره في الوقت الحالي. طيب خلينا نروح لنظرتك على الموسم اللي جاي في المسابقات الاوروبيه وتحديدا للتشامبيونز ليج. دايما الميلان، اليوفي، الانتر، روما، وفي بعض الاوقات كان نابولي، كانوا حاضرين للمنافسه بقوه على القاب البطولات الاوروبيه. هل تعتقد ان الانديه الايطاليه جاهزه انها تكون حاضره في المشهد في الموسم الجديد، ولا الامر يحتاج لمزيد من الوقت؟ اتمنى ذلك، ولكن انت تتحدث عن فرق بالنسبه لي اكثر الفرق قد تكون محظوظه هي الميلان اكثر من اليوفي واكثر من روما، لان الميلان فاز بالدوري الايطالي ولديه حاله عظيمه من الاستقرار الاداري داخل الفريق. لكن بالنسبه لي لا تستهينوا باليوفي، لان اليوفي قد يقوم بعمل ميركاتو كبير وقد يعود السيد لايطاليا. لكن بالنسبه لروما يبقى بعيد عن الفوز بدوري ابطال اوروبا لانه لم يتاهل من الاساس لدوري ابطال اوروبا، لكن اذا كنت تتحدث عن اليوروبا ليج قد ينافس بعد فوزه بالكونفرنس. الانتر مع المدرب الكبير سيموني انزاجي سيقوم ايضا مع ماروتا المدير الرياضي بعمل ميركاتو كبير. دعنا اقول لك بكل صراحه قد ننافس لكن لن نفوز. ايه اللي يحتاجه الميلان عشان يقدر ينافس على لقب بطوله زي لقب دوري الابطال؟ هل يحتاج اداره فنيه جديده؟ هل يحتاج لامكانيات ماديه، صفقات لاعبين من طراز معين؟ ايه اللي بيحتاجه الميلان عشان يرجع مره ثانيه، ورغم ابتعاده عن منصات التتويج في اوروبا الا انه ما زال النادي اللي بيحتل المركز الثاني من حيث عدد الالقاب الشامبيونز ليج بعد ريال مدريد؟ أعتقد أن الميلان يسير على الطريق الصحيح، لأن الميلان قام بعمل موسم رائع مع ستيفانو بيولي ولديه لياو ولديه بعض اللاعبين الكبار ولديه بريموفيتش، لكن أعتقد أن الميلان يحتاج مهاجم أقوى من بريموفيتش، لأن بريموفيتش
لا يستطيع قيادة الميلان من أجل الفوز ببطولة كبيرة كدوري أبطال أوروبا. أتحدث عن عامل السن وعامل الزمن، لكن أتمنى أن يقوم الميلان بعمل ميركاتو كبير والتعاقد مع مهاجم يساعد لياو. بمناسبة المهاجمين، الكلام على انتقال اثنين من الأسماء للدوري الإيطالي، واحد للإنتر، وهي المشهد مرتبط بعودة لوكاكو طبعا نجم تشيلسي الحالي، وكلام عن دي ماريا اللي من الوارد أيضا انتقاله للميلان في صفقة انتقال حر في حال استغناء باريس سان جيرمان عنده. هل من الممكن أن نجوم بهذا الحجم يمثلوا الإضافة من وجهة نظرك؟ بالنسبة لي أتمنى أن يعود لوكاكو إلى الإنتر، لأن لوكاكو بزغ نجمه في الإنتر وهو تحدث لوسائل الإعلام أنه يريد العودة. أتمنى أن يعود. أليساندرو بودل طبعا نجم الميلان وتورينو السابق والكرة الإيطالية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. ومن كلامي طبعا مع أليساندرو بودل عن الصفقات المحتملة للأندية الإيطالية، والكلام كان عن لوكاكو على وجه التحديد، خليني أقف مع حضراتكم مع أكثر من لقطة تخص الكرة الإيطالية. طبعا لوكاكو كان تألق بشكل كبير جدا مع الإنتر في النسخة اللي فاز بيها انترناسيونالي بلقب الكالتشو الإيطالي، وبعد كده انتقل لتشيلسي في تجربة ما كانتش ناجحة جدا. من الوارد جدا حقيقة أنه يكون راجع. وتعالوا نشوف أهم الصفقات اللي تمت بالفعل. طبعا مازال نجم البايرن نجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرشح جدا، وهنا خبر طبعا من توب ميركاتو بيقول انه ليفاندوفسكي هديسكوتي افيك سا ديريكسيون، كلام مرتبط بفكره حديثه مع اداره البايرن ميونخ او البايرن ميونخ عن رغبته واصراره على انه يترك النادي ويكون وعلى ان تكون وجهته المقبله كاتالونيا وتحديدا برشلونه. بي اس جي بوتشيتينو كونفيرم ان انتري بوغ ان جوغ دو باكسا، والكلام هنا على طبعا نجم فرنسا ونجم برشلونه عثمان ديمبلي اللي اصبح داخل دايره اهتمامات بوتشيتينو المدير الفني لبي اس جي. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم هو التعويض الامثل من وجهه نظر اداره باريس سان جيرمان والمدير الفني بوتشيتينو لتعويض رحيل دي ماريا اللي اصبح قاب قوسين او ادنى من الرحيل. وجهته اللي ما زالت غير معلومه يمكن تكون في الدوري الايطالي مرشح بقوه للانضمام للميلان، احد قطبي الميلان سواء الايسي او الانتر. وفي كلام كمان عن رغبه دي ماريا في اللعب لصالح برشلونه، بل انه تواصل وحاول وكيل اعماله انه يقدم يعني مجموعه من التسهيلات انجاز التعبير يعني عشان دي ماريا يكون بيلعب بالوان تيشيرت البلاو جرانا. الحقيقه كلام هنا على نجم السنغال طبعا اللي شفناه كلنا في مواجهه مصر سواء في نهائي امم افريقيا او في المرحله التصفيات كاس العالم تصفيات كاس العالم، سيبلي بار لو باكسا كوليبالي لاش اون بومب اون انترن. الكلام هنا الحقيقه عن رغبه كمان اداره البارسا في انتداب كوليبالي المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي لصفوف البارسا لتعويض غياب ورحيل بيكي المحتمل. الحقيقة تشابي شايف الدولي السنغالي البديل الأفضل ليكون يعني رمانة الميزان في خط دفاع برشلونة في المواسم المقبلة. رغبة كاليدو كوليبالي أيضا هو الانتقال من الدولي الإيطالي للدولي الأسباني تحديدا. وخدوا بالكم أن رغبة اللاعب دايما عنصر حاسم جدا في المفاوضات. مانشستر سيتي بيتخلى عن ستيرلينج وجيزوس في الفترة المقبلة بعد انتداب طبعا العملاق النرويجي إيرلينج هالاند. الحقيقة الكلام على رحيل جيزوس أصبح مؤكد خلاص، وإنه ريال مدريد الخبر بيقول إنه ريال مدريد والأرسنال مش بس هي الأندية المهتمة بالانتداب الدولي البرازيلي جابرييل جيزوس، لكن الحقيقة كمان في اهتمام كبير جدا من تشيلسي. وتشيلسي قصته قصة مع تود بايلي طبعا اللي اشترى النادي، وكان في يمكن اجتماع جمعه مع توماس تاخيل المدير الفني تقدروا تقولوا انه الاثنين بيهدوا الفرقه وبيبنوها من اول وجديد. لوكاكو هيكون مصيره، انا هلخص لكم الوضع في 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 تشيلسي لانه الحقيقه عدد كبير جدا من اهم وابرز الاسماء اللي حققت نجاحات مع توماس تاخيل وحققت القاب بالفعل نادي تشيلسي إما رحلت أو هتكون راحلة في الفترة المقبلة. لكن في اهتمام من تشيلسي كمان إلى جانب الريال وإلى جانب الأرسنال
خدمات نجمي مانشستر سيتي جابرييل جيزوس ورحيم ستيرلينج. ريال مدريد جروس انونس افينير بور مودريتش. مودريتش طبعا النجم اللي عمل مشوار طبعا جوهرة الريال في السنوات الأخيرة، واحد من أفضل صناع اللعب في العالم، بل إنه فاز بالفعل بجائزة الأفضل على مستوى العالم بعد كأس العالم الأخير. طبعا مودريتش بيعلن ريال مدريد عن إنه أعتقد في إطار التكريم، يعني يمكن هو ما يكونش محافظ على نفس المستويات والمردود اللي قدمها في السنوات الأخيرة، لكنه صاحب إنجازات وبصمات واضحة جدا مع الريال. بنتكلم على 4 ألقاب تشامبيونز ليج، بنتكلم على 5 دوريات. إدارة الريال بتقرر إنها تمد تعاقد مع لوكا مودريتش لمدة موسم جديد، وإنه في سنة إضافية هتضاف لعقد الدولي الكرواتي طبعا لمدة موسم إضافي في صفوف الملكي. لوكاكو، وقصة لوكاكو الحقيقة ابتدت من نص الموسم، الحقيقة إعلانه في أكتر من مناسبة بعد تألق شديد جدا. خدوا بالكم انه لوكاكو في انجلترا كان 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 يعني كان بدايه توهجه مع نادي ايفرتون، انتقاله لليونايتد ما جابش النتيجه المتوقعه، على الرغم انه هو طبعا مهاجم خطير جدا. بنتكلم على واحد من اهم الاسماء، لو بتحط اهم 5 او اهم 10 روس حرب على مستوى العالم لازم الدوري البلجيكي يكون من ضمنهم، مع كريم بنزيما، مع روبرت ليفاندوفسكي، مع ايرلينج هالاند وغيرهم من النجوم. فبالتالي بتكلم مع واحد من افضل مهاجمي، لكن دايما في سوء حظ في الملاعب الانجليزيه. مع اليونايتد ما كانش موفق قوي، راح الانتر توهج بشده وكان واحد من اهم اسباب رجوع لقب الدوري الايطالي لانترناسيونالي او لانتر ميلان. بعد كده انتقل مره ثانيه لتشيلسي، وفي تجربه ايضا مع توماس توخيل ما كانتش ناجحه جدا، عدد مشاركاته اعتقد الموسم ده لم يتجاوز ال 21 مباراة. وحسب ذا سكور الأقرب واللي تم الاتفاق عليه بين تود بويلي وتوماس توخي المدير الفني، تود بويلي اللي ما يعرفوش هو الملك الجديد أو يعني المسؤول الأول في المجموعة الاستثمارية الأمريكية اللي اشترت النادي، وبالتالي الاتفاق اللي تم بينه وبين توماس توخي المدير الفني إنه يطلع على سبيل الإعارة لإنتر مرة تانية في الدوري الإيطالي. ديانج، فرانكي ديانج طبعا نجم البارسا، الصفقة الأهم واللي بتحاول إدارة اليونايتد تحت طبعا أو بعد رغبة تنهاك طبعا المدير الفني الجديد إنها تحسمها بشكل كبير جدا. واضح إنه في رغبة من المدير الفني الهولندي الجديد للاعتماد على خط وسط ركيزته الأساسية تكون هولندية. الاثنين لعبوا معاه قبل كده في أياكس امستردام، فان دي بيك بفعل موجود، رغبه كبيره جدا، ولكن تقف او يقف المقابل المادي الكبير اللي طالبه برشلونه للاستغناء عن فرانكي دي يونج نجم خط نص، والمقابل المادي بيصل ل 60 مليون يورو، هو العقبه الوحيده امام انتداب خدمات الدولي الهولندي لصالح الشياطين الحمر في السيزون القادم. لكن ده تشكيله اليونايتد المتوقعه او المحتمله في بدايه الموسم القادم تحت قياده تنهاج. ونقفل بقى باللقطه اللي خطفت الانظار، والكلام طبعا على خلفيه ماتشات منتخب فرنسا واللي جمعت بين كريم بنزيما وبين كيليان امبابي نجوم خط هجوم الديوك الفرنسيه. الكلام والحوار بين انه ويننج ذا تشامبيونز ليج از ساتش ا بيوتيفول فيلينج، كلام على لسان كريم بنزيما انه يعني انك انت تكسب، بيقول امبابي انك انت تكسب بطوله دوري ابطال اوروبا حاجه او احساس اكتر من رائع. كيليان امبابي بالتعبير على وشه بيقول له انا مش قادر، اي دونت جيت ات مان، انا مش قادر افهمها ومش قادر احسها اكزاكتلي. طبعا وده بعد فشل صفقه انتداب كيليان امبابي نجم فرنسا وفوز كريم بنزيما مع ريال وتتويجهم بلقب دوري الابطال. مستمرين مع حضراتكم في السادسه، تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم اكتر على المواجهه المنتظره بكره ان شاء الله هتجمع بين مصر واثيوبيا في تصفيات كان 2023 كوت ديفوار.